اللي بيجي من مستوطنات نابلس ومن الخليل ويرفع علم اسرائيل مسموح له، هذه هي العنصريه، هذه هي العنصريه. فاحنا لما كنا لازم احنا كمقدسيين نتوحد ونعرف حقوقنا، ان نتواجد ونوقف الشيخ جراح، لانه فتحوا بيوتهم، فتحوا كل بيوتهم مفتوحه لاهل القدس انه يجي يقعدوا ويسمعوا قصص الشيخ الجراح. شو مشكلتهم؟ يعني هذول زي ما انتم شايفين، يعني طلعوا قديش جوا في البيت، هانا بقى اكثر من 30 مستوطن. من وين هذول؟ هاي لهم سكنه بقولوا، اللي استولوا عليها بالغش وبالاحتيالات، غرفتين مره وجوزها، فكيف بدها تستوعب اكثر من 40 مستوطن؟ هذا سؤال لازم نساله لوزير الشرطه واعضاء كنيسه العرب، يسالوا باي حق بقعدوا بسكنه هاي فيه؟ يعني زي ما بقولوا يعني ماكن التفريخ جوا بفكسوا قاعدين زي الدجاج يعني زي البيض. وبالنسبه للمكتب الرمزي اللي المكتب الرمزي ان شاء الله يعني بكره بنعرف نفتتحه، يعني هدموه وكسروه، ولكن الحمد لله احنا صامدين بغض النظر، احنا بالشكليات، نحن الشعب الفلسطيني تعودنا، بيت فيه شهيد، بيت فيه معتقل، بيت فيه عرس، في بيت فيه اسير، في بيت فيه جريح، في بيت فيه عطاء العمل، احنا عندنا كل بيت له معناه، ولكن احنا صامدين الحمد لله رب العالمين.